بداية الطلاق الشفوي يقع أم لا يقع إلا بالتوثيق؟ يقع ولو بدون توثيق. القانون الجديد تناول مثل هذا الأمر؟ هو مطروح في المشروع، ولكن تقريبا يعني خففوا من حدة ما سبق الإعلان عنه، أنه لابد من عدم وقوع الطلاق الشفوي. دي كانت فكرة سيدة، فالقانون نص على أنه يلزم المأذون بتوثيق الطلاق بعد عمل القسيمة، بما لحضرتك أنه اعترف بالطلاق الشفوي. بما لحضرتك من باع كبير في قانون الأحوال الشخصية، ألا ترى أن الطلاق الشفوي ربما يهدد كثيرا من البيوت بالخراب، وبالتالي وجب قرنه بالتوثيق؟ نعم، المسألة فيها يعني ويل للمصلين لو إنه الناس عرفت تفاصيل أحكام الفقه الإسلامي في حالة إنكار الطلاق أو عدم العلم به، لم يكن هذا قوله. ألا تعتقد أن بعض الأزواج ممكن ينكر يقول ما طلقتش ما ربتش اليمين؟ هناك الحلول الشرعية. ممكن الزوجة تنكر هي كمان أيضا؟ ممكن، ولذلك هنا بنلجأ لوسيلة غير موجودة في القانون اسمها اليمين الحاسمة واليمين المردودة، هذا في الفقه الإسلامي ويجب إدخالها في المحاكم. هل المأذون داخل بهذا الموضوع توثيق أو عدم توثيق مثلا، الحكومة تلزمه أو السلطة السياسية تلزمه بالتوثيق؟ إذا ذهب إليه الزوجين، ما هو لو الناس راحوا عشان يعملوا طلاق رسمي يلزمه التوثيق، لكن ما راحوش وظل الطلاق شفهيا، ما الحكم الشرعي؟ سؤال يبدو بداية بادئ ذا بدء، هل لابد من توثيق الزواج أساسا شرعا أم يقع بدون توثيق؟ لا يمانع الشرع في التوثيق لأنه يحفظ حقوق الطرفين. الأستاذ الدكتور محمد جديب عوضين، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حلقة جديدة في برنامج القضية، أهلا بكم. مرحبا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا دكتور محمد. ازيك يا دكتور؟ أهلا بيك. كيف الحال؟ أهلا وسهلا. من خلال مرصد حضرتك الخاص، كيف تجد البيوت الإسلامية بين الشرع الرباني والقانون الإنساني في مسألة الزوج والطلاق؟ على الجدة أم انحرفت كثيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما جاء في الشرع بثوابت وبنصوص واضحة لا يلجأ فيه إلى العقل، ما زاد على ذلك ويمكن أن ينصلح حال المجتمع بالتفكير باختيار رأي أنسب إلى ما عليه العرف في المجتمع لا مانع من التوسع فيه، إنما مفيش مشكلة، إنما احنا عايزين نخلي كل أحكام الشرع الواضحة والثابتة والمستقرة محل للتغيير، وهذا أمر يهدد استقرار المجتمع. طب مش ولي الأمر له سلطة التقييد المباح أو نعم. إطلاق المقيد نعم. حفاظا نعم. على المصلحة العامة؟ نعم، في حدود المسألة، مش كده يعني ولي الأمر يجي بكرة يقول مفيش ظهر، لا دي فرائض، ما فيهاش مشكلة. أنا أقول لحضرتك يعني مسائل الطلاق مثلا معظمها اجتهادية من الفقهاء، صح ولا خطأ؟ من حق ال ثانية واحدة، تفضل. فضلك الله، الاجتهاد في الفقه بنسميه حكم فقهي ولا حكم شرعي؟ يعني قرآن وسنة حكم شرعي، اجتهاد فقهاء حكم فقهي، هل يجوز هذا المصطلح؟ لا أنا مش مع هذا المصطلح، لأن في مجموعة من المعاصرين من اجتهاد فقهاء من الدارسين بالأزهر بيقولوا يا جماعة لازم نفرق بين الحكم الفقهي لأن ده عمل بشري، وبين الحكم الشرعي لأنه من عند ربنا. هذا الكلام فيه لبس شديد جدا. هو الحكم الفقهي إذا لم يستند إلى الحكم الشرعي يبقى نعمل به؟ يعني إذا معاك رأي فقهي ولا يستند إلى دليل، سواء كان دليل قوي أو دليل ضعيف، يبقى الحكم الفقهي استند إلى في الأصل إلى الشرع، يبقى لازم أقول حكم فقهي شرعي. بس هو في حكم فقهي طبي أكم من اجتهادات فقهية وعارضت الكتاب والسنة وتم كانت مرجوحة أو مفضولة، أليس كذلك؟ نعم. وهل طيب أترك الراجح والمطمئن في القلب والذي استقر عليه العمل مئات السنين وأذهب إلى المرجوح بحجة أنه أفيد المجتمع؟ ما المانع من هذا؟ ما المانع إذا لم يكن لدينا الرأي الراجح؟ يعني أنا دلوقتي سعادتك العرف عند الناس، أنا ماشي فتلاتة قالوا لي الشارع اللي جاي يمين في بيت الدكتور محمد خالد، لا. عشان يعرفينه بيصلوا معاه في الجامع. واحد راح جاي لا مسمعش كلامه، خد الشمال وسيب شمال تاني وفي اليمين. العقل يقول أخد بالرأي الراجح وجمهور الفقهاء، ولا أخد بالرأي الوحيد اللي مش لاقي حاجة يستند إليها؟ الراجح. جميل. وسبق أن قلت لحضرتك أن الترجيح ده ليس عشوائيا،
للرد على من يقولون الوصاية ولين نخضع للفقهاء، المسلم حر يختار ما يشاء، هذا كله كلام مجالس وفض لا يقع في الواقع. هو لما يجي واحد يسألني في موضوع وما قلوش ان الفقهاء قالوا كذا وكذا وده الجمهور والرأي التاني ضعيف ولا يعمل به، انا مش بقوله ان ده راجح وده مرجوح. نعم. طيب امال هو جاي لي ليه؟ لانه ما عندوش. لذلك انا بضرب. هو حضرتك عالم في الشارع مع حضرتك، لو انا خدت رأي مرجوح أأثم؟ لا لن تأثم. خلاص انا هاخد رأي مرجوح. خالفت الاولى ويترتب مش على مهم مفيش اثم. جميل. ويترتب على مخالفتك للاولى أيوة. حدوث مفاسد وفتن. ليه؟ ما هو رأي فقهي موجود. جميل. انا اتكلمت عليه. جميل. يعني لما انا اخد رأي فقهي بيقول انه البنت البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا تحتاج الى ولي، وتنزل في الشارع تقابل الولد اللي بتحبه ويعملوا عقد النكاح كما يشاءون دون علم الولي. في رأي فقه بيقول كده. أبو حنيفة بيقول كده اصلا. آه المرأة تزوج نفسها. طيب ارد على سعادتك. طيب. تعرف ان 99% من الزيجات التي تتم في بلادنا التي قانونها حتى اليوم يستند في المقام الأول إلى أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة لا يتزوج أحد على مذهب أبي حنيفة. كلنا بنتجوز على أستاذ لحظة، كلنا بنتجوز على مذهب أبو حنيفة. على رأي جمهور الفقهاء، المأذون بيقول كده في العقد. وعلى مذهب الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان. ده هو كده بيردد اللي القانون بيقوله. لكن إنما الواقع. تعالى في الواقع العملي. المذهب الحنفي في الشهادة على الزواج تجوز برجلين وتجوز برجل وامرأتين. سليم. عمرك شفت عقد زواج في مصر في اي مكان في الصعيد في الجنوب في القرى بيجيبوا اتنين ستات مع الراجل يشتغلوا عقد الزواج؟ لا. طب ليه المصريين مش مرتاحين؟ عشان عندنا رجاله كبيره. مع ان القانون بيجبر الموثق على ان يبرم العقد على مذهب ابو حنيفه، مش قادر حتى يطبق القانون. ابو حنيفه بيقول راجل ومرأتين او راجل او رجلين او راجل ومرأتين. ما هو في راجلين متوفرين خلاص. ايوه خلاص ماشي. مع طيب. ابو حنيفه برضه. طيب من باب التوسعه في اتجاه الكلام سعادتك ان احنا ناخد بالاراء ما دام موجوده في الفقه. خلينا ده يا حضرتك معذره ثانيه. كل المصريين بيتجوزوا لحظه واحده بس بيقولوا زوجتك على مذهب الامام الاعظم. المأذون بيقول كده. ايه بقى مذهب الامام الاعظم في الجواز على مذهب ابو حنيفه في ايه؟ والسؤال الثاني ام ابو حنيفه نفسها اتجوزت على انهي مذهب؟ سؤال حلو جدا. بورك. بغايه الجمال. بورك. بالك حضرتك. وكمان الامام ابو حنيفه كان اول مذهب. واتجوز على امام مذهب ابو حنيفه. جميل. هو قبل ابو حنيفه وقبل المذاهب الفقهيه. اتجوزوا على انهي مذهب؟ كان في حاجه تناولناها في حلقات في بدايه العمل مع حضرتك في برنامج القضيه. في حاجة اسمها المدارس الفقهية وهذه تختلف عن المذاهب الفقهية. المدارس الفقهية هي مدارس تأثرت بالبيئة المكانية ولها آراء وتتغير الآراء. وتتغير الآراء. أحسنت. وفقا للراجح وغير الراجح. يعني هنا الفقيه لما يغير ما يغيرش مذهبه. أيوه. ما يغيرش مذهبه. طب ما الشافعي في العراق قال كلام، في المدينه قال كلام، في مصر قال كلام. جميل. مش غير كده مذهبه؟ في او غير فتواه يعني. هقول لحضرتك غير في ايه؟ ايوه. مصدر من مصادر التشريع الاسلامي المعترف به والمستند الى القران اسمه العرف. حلو؟ جميع الله. المسائل التي غيرها الامام الشافعي تغيرت بمناسبة تغير العرف من بيئة إلى بيئة. الله. فبيئة العراق ما غيرش في الشرع يعني. لا. في العرف لا فقط. لا خالص. إما جه مصر. لا نقطة جميلة يا دكتور. ده مهم للغاية. بيدلسوا على الناس لك الشافعي غير آراءه في العرف. ويقول لك كمان من ضمن برضو الأخطاء المذهب القديم والمذهب الجديد. ما فيش كده. يعني معناه أنه نلغي بقى المذهب القديم. طب وأهل العراق اللي بقيتهم كده هيستمروا على العمل بعرفهم. تمام. اما جه الامام الشافعي في مصر وعاش وعرف شعبها كويس عمل ابداعات فقهيه من العرف المصري. من اشهرها مثلا اعترافه بمساله الشبكه الذهبيه في الخطبه. افتاؤه بعدم بالسماح بدفن الموتى على سطح الارض نظرا لان التربه اذا تعمقت في مصر باعتبارها بلد تربه زراعيه وقريبه من مياه كثيرة فبتظهر مياه فيتعذر دفن الميت في باطن الأرض. ما ينفعش نعمل لحود زي المناطق الصحراوية. فأفتى قال يا جماعة ممكن إن احنا نحط رمل فوق
الصلبة الصلبة وما نفحرش وندفن الراجل في لحد موجه للقبلة. ما دي كلها بقت خطأ. بس كمان أفتى بجواز زواج البنت من أبوها. زواج البنت من أبوها؟ آه بنت الزنا. لا ده أيدي قصة من ابن الزنا. لا ده موضوع تاني. مش قال كده الزمخشري قال له إن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرمه. علشان ما الجماعة المستمعين العامة ما ده في العقيدة برضه. في خلاف فقهي حول هل بنت الزنا باعتبارها أتت من ماء مهدر يعني ما فيش عقد زواج فالعلاقة دي مهدرة. أيوة واخد بالك. هل يجوز بقى بنام مهدرة وماش قريبة الراجل إنه يتجوزها؟ خلاف فقهي. خلاف فقهي في اتجاه كبير قال لا ما يتجوزهاش. يعني يا جماعة الخير كيف يكون سببا في وجودها ولو بطريقة غير مشروعة محرمة ويكون زوجا لها بعد ذلك؟ هل يجوز في نعم أم لا؟ هل يجوز أقول أن الشافعي أفتى بغير الأولى أو تكلم بغير الأولى ويتجنب هذا الرأي مثلا درءا للمشاكل والنقاشات العقيمة؟ لا مش ما نقولش عليها بغير الأولى. أصل غير الأولى معناها أنه عنده دليل قوي فسابه وقضى بأمر آخر أضعف منه. يبقى ده غير أخطأ الأول. نقول الشافعي أخطأ؟ لا نقدر جانبه نقول الصواب. لا نقدر نقول أنه ترك الحكم في بعض الأحوال لقوة العرف. يبقى شوف في ما أنت عارف حضرتك ما تبقى منقصة برضه يا دكتور. لا يعني المصادر العقلية يا دكتور ترك الحكم لقوة العرف. أيوه يعني لأن العرف مصدر مصادر الشريعة ربنا بيقول بس إذا لم يوجد في بالمعروف ماشي إذا لم يوجد في القرآن في سنة إذا ما هو العرف له شرط للعمل به وهو ويوافقهما. شوف أول حاجة أن يعود في مبتدئه إلى مصدر من النص سواء كان كتاب أو سنة وإلا لا يعد عرفا يعمل به. يعني لازم تمرره الأول. لا بالراحة بالراحة بالراحة. نعم. شروط العرف الاجتماعي إيه بقى؟ أهم شرط أيوة ألا يخالف نصا. طيب سواء كان كتاب أو سنة. تمام. فأنا لما باجي أقول لك أنت ليه بتدي للمرضعة أجر على الرضاعة؟ فربنا قال وآتوهن أجورهن بالمعروف. ده نص ولا لا؟ نص. أتنقل للعرف بقى. إيه العرف يا جماعة اللي نقدر نطبقه في المجتمع المصري في أجر المرضعة؟ واحد إذا كانت أسرة غنية فتاخد كذا وتاخد ملبس وتاخد مأكل جيد. طب لو كانت أسرة بسيطة مثل ما يفعل البسطاء. أو اتنقل من الحكم اللي فيه نص إلى تطبيق العرف في الواقع. هو ده بقى يبقى هو ما خالفش النص لما يعمل بالعرف لأن العرف مصدر من المصادر المؤكدة. طيب عشان نبقى محكمين من مسألة العرف الطلاق الشفوي. أيوة بداية الطلاق الشفوي يقع أم لا يقع؟ جميل الرأي نعم أم لا الأول؟ الطلاق الشفوي يقع. يقع قولا واحدا. وإذا كان العرف يقول لا يقع إلا بالتوثيق ده مش عرف. امال ده بقى لا 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 حكم شرعي. يا ريت العرف يقول كده. ده حكم شرعي. عمر العرف ما قال كده. في حكم شرعي انا مرشح للعرف. طب الحكم الشرعي في الطلاق جميل بقى. الايات القرانيه يا دكتور محمد خاطبت النبي نعم. وخاطبت الامه في الطلاق نعم. فيا ايها النبي اذا طلقتم النساء ايه المطلوب؟ فطلقوهن لعدتهن مش فطلقوهن بعد التوثيق. كتابة الطلاق طيب لعدتهن يعني ايه؟ هي اتطلقت دلوقتي الاسلام نهى عن تطليق المرأة في حيضها نعم ويسمى ذلك طلاقا بدعيا نعم. يبقى يجب ان يحرص الزوج كما حدث في واقعة عبد الله بن عمر مع امرأته وسؤال سيدنا عمر للنبي وقال له امره فليراجعها ثم يمسكها فان شاء طلقها وان شاء امسكها. يعني لازم احافظ على المرأة ولما اجي اطلقها انها تكون في طهرها. والطهر ده في شرطين أن يكون هذا الطهر لم يعاشرها فيه حتى لا يعذبها بظهور الحمل بعد طلاقها فتحتار 9 أشهر لجنين دون أب ودون من يرعاه. فقال لك لابد أن يكون طهرا لم يعاشرها فيه أيوة. وألا تكون في حيضها ليتوتر المرأة في طبيعتها الجسدية والبشرية أثناء حيضها فتصار لأتفه الأسباب وبالتالي لا أعامل امرأة مضغوطة ومكتئبة ومشمئزة من وضعها الصحي في فترة الحيض بأن أطلقها. حلو كده؟ جميل. يبقى فطلقوهن لعدتين. متى تبدأ عدة المطلقة؟ في كل أحوالها. أيوة
بعد التلفظ بالطلاق، اذا كان عدة وفاة اول يوم الوفاة، اذا كانت مطلقة عن زوج وهي في فترة الاخصاب، يبقى نبدأ من الطهر اللي هو ثلاثة اطهار. يعني ايه من الطهر؟ يعني لو قال لمراته انت طالق استنى مع اول حيضة، ولا يحسب ازاي من اول ما يقول لها انت طالق؟ احنا قلنا يا راجل عشان توافق السنة وتعمل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى طلاقك سني يعني وفق سنة الرسول. مراتك انت عارف وانت اقرب الناس اليها، عارف انها حائض الان، تمسك لسانك ولا تطلقها، والحكاية مش هتاخد اكتر من 5-6 ايام وهو انتهاء الحيض وعودتها للطهر. لما يقول لها انتهى الحيض وعدد تطور على انت الطالق، يحسب الطلاق من اول يوم ده؟ ايوه الله يكرمك. من اول يوم ايوه تمام. نعد ثلاث حيضات بقى. ايوه هنحسب لها ايه بقى؟ ايوه من ثلاث اول الطهر. مش نعذبها، لا. ولذلك الراي الراجح ان العده للمطلقه التي لا زالت في فتره الاخصاب هي من لحظه طلاقها في طهرها. يعني ايه فتره الاخصاب؟ يعني لا زالت تحيض. تمام. لان المراه اللي قايسه يعني طلعها بعد ما تحيض، يعني من الاخر يعني المرأة بعد ما تحيض بيوم يومين ثلاثه، قايسه ملهاش حيض زي ما حضرتك عارف، اللي فاتت سن الحيض يعني. فانا بقول فتره الاخصاب يعني لا زالت تحيض يعني. تمام. هنا بقى لها ان تطالق، هذا الطلاق يقع دون توثيق فوراً ام شرط يوثقه؟ ايوه جميل. واشهدوا ذوي عدل منكم. تمام تمام تمام. تعالى بقى، احنا قلنا ربنا قال للنبي اذا طلقتم النساء، وقال يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء، يعني خطب الخطاب مره للرسول ومره للذين امنوا. لم ياتي شيء في هذه التوجيهات الربانيه عن توثيق الطلاق. وكان ورد شيء عن توثيق الزواج اصلا برضه، ما انتوا الزمتونا بتوثيق الزواج يا دكتور. لا، توثيق الزواج ليس شرطا شرعيا، ما احنا اتكلمنا في الحكايه دي قبل كده. ماشي، بس الزمتونا بيه برضه، واللي اتجوز من غير ورقه ما حدش اعترف بيه، يبقى زينة. حلو جدا. احنا بنقيس، اشمعنى تقول دي ما الزمناش ودي ما الزمناش؟ ليه بنقيس الزواج الطلاق نطلب فيه التوثيق الزواج؟ طيب اذا كان ربنا امرك لما تيجي تبيع توثق البيع بتاعك وتكتب وثيقه مكتوبه بالدين بتاعك، اليس من الاولى وانت بتاخد ست ترتب عليها انجاب وحياه ونسب ان يوثق حتى حفاظا لحقوق هذه المراه؟ طب بنفس القصه هنوثق في الطلاق برضه؟ جاي لك ساعات. جميل. طب سؤالك رائع. بوركت. هل الزواج التوثيق فيه ركن ولا شرط قانوني يسمى شرط نفاذ؟ شرط قانوني. شرط قانوني. طب لو ما اتعملش العقد صحيح ولا لا؟ العقد صحيح. جميل. في الفتره حتى نوثق الزواج، الراجل كتب شفوي في الجامع، وجيه الشيخ الاشهار مطمطم اللي بياخد 50,000 جنيه في العقد، واخد بال حضرتك؟ وبعضهم بياخد مش اشتغل مأذون فعلا؟ والله انا اشتغل مأذون بعد بعض كده. رجال الاعلام يعني من رجال الدين وصل اجر ايده، وبقول لك الله، ما الفنانه بتاخد كذا في العمل، انا ليه تسكتروا عليا ان انا اخد اجري؟ ف 120,000 جنيه، 150,000 جنيه الى جانب. ايوه ده هنشتغل مأذين بعد. بيمسك الميكروفون ويقول فيه يا جماعه وكلمتين، ويضحكهم بنكتتين، ويقول مقدمه الخطبه بتاعه العقد، وتعالوا الولي والولد الزوج، ويطلوا عليهم صيغه بتاع، ويخلص وياخد المنديل وهو خارج الظرف في جيبه بكذا. هو بالمناسبه بين قوسين الكلام ده شرعي؟ يحط ايدهم في ايدهم بعض عاملين كده والمنديل عليهم لا لا كل دي اعراف يا باشا. بجد؟ والله كل يعني مش شرط يحطوا ايديهم في ايديهم بعض والمنديل ونسحب المنديل؟ ولا منديل ولا حاجه خالص من الكلام ده. امال الشرع ايه؟ اتجوزوا زي دي عادات الصيغه. ايه بقى الصيغه؟ ان الراجل يقول الولي المراه زوجتك ابنتي فلانه البكر الرشيد على الصداق المسمى بيننا. تمام. وبيقولوا عشان احنا القانون بتاعنا حنفي وعلى مذهب حنيفه النعمان، فالتاني قلت قبلت زواجها او زواج فلانه البكر الرشيد كذا كذا على كتاب الله وسنة رسوله وعلى الصداق المسمى كده، الصيغة تم العقد. لو مولناش على مذهب أبو حنيفة الجواز صحيح؟ صحيح 100%. صحيح. طب جميل قوي. هنا مع اكتمال الأركان الأخرى إن موجود شهود وموجود الولي والإشهار والعلانية وكده. لما لا توافق حضرتك بقى على توثيق الطلاق كشرط من شروط حزبة عقد الطلاق؟ نتكلم علم يا ليت ولا إنشاء؟ لا علم. جميل يا ليت. ما الفرق بين الطلاق والزواج من الناحية العلمية؟ نعم. الزواج عقد فيه إيجاب وقبول. تمام.
موافق؟ لا طبيعي. طيب يعني الراجل ولي المرأة بيقول صيغة والزوج بيقول صيغة، يبقى ده عقد. طبعا. والعقد عموما بما فيه عقد الزواج له شروط وله تفاصيل وله أركان. نقلب على الطلاق، هل الطلاق عقد؟ عشان تقول ما بدأ بتوثيق ينتهي بتوثيق. ما هو بيقولوا كده، ما هو الطلاق عقد برضه، مش اتفقوا انهم يتطلقوا؟ الله يكرمك، هل الطلاق عقد؟ امال ايه؟ لا ما انت راجل درعان، هيترتب عليه حقوق يا دكتور، نفقه ومتعه وسكن بيسمى في الشرع وفي القانون تصرف. الطلاق فرق بين التصرف والعقد. الله. التصرف حضرتك لما مؤاخذه عارف تعبير، جوعت قمت كلت اكلت. تمام. ده عاد. عادي ده؟ لا، التصرف. والتصرف يشمل الوقائع، يعني في واقعة تمت وهي واقعة الطلاق. هل الطلاق فيه أركان زي الزواج؟ لا. ما تقوليش بقى اللي بيتم، مش قاله انت أطلقتك وانت طالق وبتقول له وافقت؟ لا لا، يعني انا عايز اقول لك احسنت، هنا مفيش عقد عشان كده يعني. سيدي ما الله، الجماعة اياهم بتوعي يعني، ممكن نقول عقد زواج وما نقولش عقد طلاق. بعض العلماء ممن لم يتعمقوا في الفقه، درس حديث، درس تفسير، لكن شايف ان الفقه ده مجال ممتع. أصل هو فعلا جميع تخصصات الشريعة تنظر إلى الفقه بنوع من الغيرة. يعني كان لي صديق هو في منزلة عليا الآن ومقام رفيعة في المؤسسات الدينية. نعم. كان يقول لي، هو تخصصه أصول فقه. فكان لي نفسي أعرف فقه زيك. أقول له طيب ما هو أصول الفقه يعني نفس الفقه، يعني نفس المجال يعني، مش بعيد قوي يعني. هو تأسيس الفقه. الفقه بالظبط. يعني ده اللي عمله الإمام الشافعي. أيوه الرسالة. نعم. لما نيجي نعمل أصول الفقه ممكن أن يكون متجردا بنستعمل الفقه كتطبيق لأصول الفقه. لكن الفقيه من البداية هو الراجل ده اللي بيقول حرام وحلال، فإيده فيها يعني زي ما تقول إيه، تصطنع حاجة قاطعة وحاسمة. طيب يبقى الزواج طيب عقد، الزواج عقد، الطلاق ليس بعقد وإنما تصرف. ما شفناش راجل بيقول له هل تأذني لي أن أطلقك على كتاب مذهب الله أبو حنيفة وسنة. بلاش أبو حنيفة يقول على كتاب، مش هتجوز على مذهب أبو حنيفة. ماشي، تقول له قبيلتي يا سيدي هيا طلق. عمرك شفت كده؟ لا. يبقى مش عاد. يبقى إذن لا تقارن بين الزواج وبين الطلاق. أحسن. ومن يتحدث أحسن. من بعض، طب قولوا الزواج زي الطلاق زي الجواز، مش هتجوزها بعقد موثق يبقى طلاق بعقد موثق. ما هوش عاد. طب خد مني الحتة دي حضرتك. مش هو دخل الحكومة طرف في الجواز، يبقى لازم الحكومة طرف في الطلاق، ايه رأيك؟ الحكومة طرف. لا، مش الحكومة موثقة عقد في المحكمة. مين قال ان تدخل الحكومة في عقد الزواج يدخل في عناصره الشرعية؟ ما هي وثيقة في المحكمة. جميل. والمحكمة تبع الحكومة. هو ده عنصر شرعي. بس بقى المعروف عرفا، المعروف عرفا كان مشروط شرط. لا هو أمر. ولا لا مش موافق على القاعدة دي؟ لا أنا معاك. طيب. لكن مش هي دي، ما تنطبقش هنا. أمال إيه بقى؟ اللي حاصل إن ولي الأمر وجد أنه إذا لم يوثق الزواج في وثيقة رسمية ستضيع حقوق المرأة مستقبلا. يبقى شرط من شروط صحة الزواج. شرط من شروط، ولذلك بنسميه في الكتب بتاعتنا من ناحية الأكاديمية يعني في شروط شرعية وشروط قانونية. حلو. الشروط الشرعية قلنا الولي وشروطه والشهود وشروطه والصيغة والإجابة والقبول وكذا. طب تعالى على الشروط. ودول بداية من قسم ما فيهوش خلاف بوم بين أي حد بيتكلم، لا من القدماء ولا محدثين. تمام. أحسن. تمام. الخلاف بقى في الشروط القانونية. الخلاف في الشروط القانونية. أيوة. القانون أنت بتعامل الشروط دي ليه؟ ضمان لحقوق الناس وعدم التباس الأنساب. حفظ الحقوق وعدم اختلاف الأنساب. وإثباتا لواقعة هامة يترتب عليها مسائل خطيرة كالنسب والإنجاب والميراث. مش كده؟ طبعا. حد في الدنيا من الشرعيين قال ليه يا قانون بتوثق عقد الزواج؟ وما فيش اعتراض عليه من قبلكم كعلماء في طبعا. جميل قوي. ليه ما وافقتم على حضور بقى هذا؟ بس عايزك تعرف حاجة يا دكتور محمد مهمة. وانا بتكلم الان مش يعني انا الوحيد اللي بعرف، كل الناس عارفة الكلام، لكن لما بتكلم ناس لهم ثقافة سياسية او ثقافة شرعية غير فقهية بيلخبطوا الدنيا. طيب بيتخانق في البرامج، بشوفهم في البرامج. مش عايزين احنا بنتناقش معاك بالراحه. اذا حضرتك دخلت الحكومه طرف في الزواج بالعقد والتوثيق والمحكمه. ما هياش طرف، هي اشترطت شروط. شاهد. لو اتعملت العقد جميل وموثق، ولو ما اتعملتش العقد منعقد وينتج كل اثاره. بمعنى
يعني لو اتجوز يبقى الواد ابنه ويورث منه شرعا. مثال لو سمحت بسيط وبيحصل في كل بلادنا. اتفضل. انت حضرتك بتزوج قريبه لك. نعم. فحضرت الزواج في المسجد وشهدت عليه ولقيت الجو جميل جدا وحلو. البنت بتروح فين؟ ما جاش مأذون. والراجل الطيب والشهود وكله شاهد على الحق. العريس خد البنت وراح بيته. دخول شرعي. يقدر يعاشرها ولا لا؟ يقدر. الواد اللي هيجي ده لو تسبب المعاشره الاولى في حمل ابنه ولا لا؟ شرعا ابنه. طب ما توثقش لسه. ما هو قانونا مش هيعترف بالقانون. سيبك من القانون دلوقتي. أنا عشان الحقوق. انا استاذ شريعه وهقول لك على القانون برضه. انا ضد معذرتك، انا بختلف مع حضرتك. بتحاول تفصل القانون عن الشرع. نعم. اصبح دلوقتي ملتصقان ببعضهم يا سيد الكريم. جاي لك اهو. احنا هل يكره احد من الشرعيين ان يوثق عقد الزواج؟ يعني انت تجوز بنتك من غير عقد؟ من غير عقد ازاي؟ لا انت قول من غير توثيق. من غير توثيق. العقد غير التوثيق، العقد اتعمل خلاص. ولذلك انا عايز اقول لحضرتك في نقطه فقهيه وقانونيه مهمه للغايه. الانعقاد هو التوثيق؟ يعني ايه انعقاد؟ اللي هو قعدنا وعملنا الصيغه. ايوه. لا طيب حلو جدا. لا. افرق يا دكتور محمد بين امرين. اتفضل. الوقوع. أيوة. والاثبات عشان نتنقل لحته الطلبه. احسنت. الوقوع شيء وقع والاثبات شيء ولم يثبت. حلو. وقع ولم يثبت هو صحيح ومنتج لكل اثاره. يعني يبقى الواد ابنه ويرث ويترتب عليه ما يترتب على التوثيق المطبوع. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. ما هو مين اللي هيجيب لو طلقها قبل المأذون ما يجيب له الأثيمة؟ لا لو هو الواد جه قال انا ما اتجوزتش اصلا انكر الزواج. لا هناك وسائل كثيره للاثبات. ايه بقى غير الكتابه؟ ايه هي؟ قول لي ايه. جميل جدا. ايه اللي بيجي بعد الكتابه؟ التوثيق، البينه. هيقول لك مكدبين 100 واحد كانوا قاعدين في الجامع. الزوج انكر. مش في ده سؤال مطروح مع جميل. الزوج انكر انه متجوز. جميل. وانكر انه طلق برضه. جميل. هنا هنروح المحكمه. المحكمه تقول لك ما اعرفش لان ما عنديش اسئله. جاي لك اهو. المحكمه بتقول يعني تعالوا يا جماعه انت بتقولي ان الزوج تم والراجل ده بينكر الزواج. هنا في بقى هنلجا للاساليب الشرعيه اللي اتكلم فيها الفقهاء كلهم، اللي هي اللي محدش بيكبرها ويعلنها للاعلام. احلف يا زوج. حلف. الاصل الزواج ولا عدم الزواج؟ قالوا الحرام يحلف. قال جالك الفرق. لا مش الفرق، مش الفكره. طص يمين مش متجوز. الاصل الزواج ولا عدم الزواج؟ يعني لما نلاقي راجل في الشارع الاصل انه مش متجوز، اعرف انه متجوز لما اقول انا متجوز والناس اللي ماشي جنبه ده ابنه. أيه. مش كده؟ نعم. طيب انا في الحاله ديت الراجل هيحلف انه كذا، انه والله والله ما اتجوزت. نعم. وبينكر شهاده 100 مع ان ده مش مألوف شرعا، ان القاضي يشوف 100 بيحلفهم ويقولهم حضرنا كذا 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 ويصدق الزوج. ازاي؟ بياخدها في قانون الجنايات صح؟ ازاي البينه الجماعيه ديت تقابل كذب انسان؟ بس هنا القاضي هيقول له انا بعترف بالتوثيق والاوراق بتاع المأذون. حلو. ما انا عامل لك طريق ما جيتليش فيه. ولذلك القانون في الحته ديت عامل حاجه، خد بالك. انا كشرعي بقول لك التوثيق في الزواج مهم جدا للغايه، حفاظا على حقوق المراه وحقوق حتى الرجل. طب باختصار شديد جدا، انت هو التوثيق ركن ولا شرط ولا لا ركن ولا شرط؟ لا شرط. شرط قانوني. شرط قانوني. ايوه. بس الزواج يقع به ويترتب عليه ما يترتب. ليه بقى يا دكتور محمد؟ في الشرع القديم في صدر الاسلام وكان ايام الرسول بيوثقه؟ ايوه جاي لك اهو. هل كان في توثيق ايام الرسول وايام لا. الصحابه لا. وايام الدوله الاسلاميه الاولى زي الدوله الامويه مثلا بعد الخلفاء الراشدين؟ لا. طيب يبقى كان كل الزيجات دي بقى حضرتك شاكك فيها؟ لا. طيب حلو جميل قوي. وبالتالي كان الطلاق شفوي ويقع. لما دلوقتي بقى الامور خربت الزمم. ايوه. وخفنا من الانكار وضياع الحقوق، بدا ولي الامر يضع شروطا للنفاذ تؤكد الوقوع. وده اجتهاد مقبول نشكرهم عليه. زي ايه يا دكتور؟ ليه ما بقى ترفضه في الطلاق؟ هقول لك بقى نقلا يعني بمثال عشان نوضح للعامه. اتفضل. الشريعه بتقول اللي يشتري بيت ويدفع ثمنه وياخد مفتاحه بقى بتاعه. الشريعه بتقول كده؟ طيب ما قالوش يروح الشرع العقاري؟ مفيش لسه اقول لك مفيش عقد. في عقد ابتدائي. ايه قيمته؟ بس مش موثق في شرع ولا له قيمه. طيب يبقى مش كده؟ لكن الشرع بيعتمد الذمم والصدق والايجاب والقبول وضروره الوفاء. خربت الذمم. طيب خربت الذمم،
القانون طلع لنا حاجة ما جاتش في الشرع، اللي هي لا ينتقل أو لا تنتقل ملكية العقار، الشيء المهم يعني الجسيم ده، إلا إذا وثق في الشهر العقاري. أنا كشرعي رأيي إيه في الشرط ده؟ أقول جميل، تقره، جميل، المصلحة، أكد الوقوع والصحة إثبات ورقي. طيب، يؤكد حقي. أنا حلو، هقيس بقى على الزوج بمنطقة، لكن خد النتيجة. طب، هل هذا العقد صحيح شرعا قبل توثيقه؟ صحيح. طيب، هل هو شرعي صحيح أمام القانون قبل توثيقه؟ لا. شفت الفرق بقى؟ القانون فرق عنده الوقوع والتوثيق. طب بيدمج الاثنين في بعض. ويعمل بماذا في هذه الظروف بقى؟ للمصلحة. يعني لو الزوج جه أنكر قال أنا ما اتجوزتهاش، القاضي هيحكم إنه اتجوز عشان بشهادة 100 شهود، ولا هيرد الشهادة؟ هيقول لك أنا والله ما اتجوزتها، بترمي بلاها عليا. أيوه، في بقى يمين. هنعمل إيه بقى؟ دي اسمها يمين الزوج. في يمين الزوجة. نعم. خد بالك. نعم. هو القاضي كده هيسيبه يكذب؟ مش الزوجة موجودة؟ لا، تمام. تعالي احلفي. أقسمت بالله أن هذا الرجل تزوجها وعاشرها. الحكم الشرعي. والله على ما أقول وكيل. ماذا هنا في خلاف فقهي، هل يؤخذ بقول الزوج ولا بقول الزوجة؟ نتعرف عليه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا لحضرتك معالي الدكتور على هذا اللقاء. الله بارك الله فيك وأحسن الله إليك. مشاهدينا الكرام، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وحتى يضمن لقاء جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.